يسعد صباحكم جديد مشاهدينا، نحن مكملين معكم اكيد لقائنا لليوم. لقائنا القادم راح يكون لقاء مليء بالفن والثقافه والابداع، مثل ما هو الربيع دائما بيحملنا معه مع الورد وجماليه الطبيعه، تفتح لكل شيء جديد وحلو بحياتنا. راح نحكي نحن وياكم عن تجربه جديده لفرقه فنيه، او خلينا نسميها محاوله فنيه جديده، عتبات. باسمكم اكيد بنرحب بضيوفنا محمد حميد علي مدير مركز ثقافي جبله، والاستاذ كامل جنود المسؤول الاعلامي لفرقه عتبات. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. استاذ محمد، خليني بلش الحديث مع حضرتك كسؤال استهلالي، بس لو تعطينا فكره عن مركز الثقافي بجبله اضافه الى نشاطاته والمساهمات اللي ممكن يشارك فيها. المركز الثقافي العربي في جبله اسس منذ عام 1969، وبالتالي هو من أقدم المراكز الثقافية على مستوى القطر العربي السوري. يقدم نشاطات متنوعة في المجال الثقافي والفني، سواء محاضرات أو ندوات أو أمسيات شعري، إضافة لمهرجانات فني ومعارض فني ومعارض كتب. وبالتالي نحن نقوم بتنفيذ خطة لوزارة الثقافة، ونقدم كل التسهيلات ونتعاون مع كل الجهات الثقافي والفني على مستوى المحافظة وعلى مستوى المحافظات الأخرى. حلو كثير. استاذ كامل، نحكي عن الفرقة شوي ونفوت بالجو، يعني يا ريت تعطينا فكرة عنها. كان عم يحكي همام معك تحت الهواء انه العنوان ملفت، يعني حضرتك حكيت كلمة كثير حلوة هي ارتقاء للعتبات. تحكي لنا عنها شوي. عتبات هي فكرة ثقافية أو معنية بالثقافة، ومعنية بالثقافة من جهة الهوية، هوية البلد، هوية سوريا. الدافع الأساسي كان لها هو في محبة، يعني اللي جمع عناصرها هو المحبة بظل الأزمة اللي نحن عايشينها، بظل الأزمة الصعبة اللي عم بنعيشها. فجمعت عدد كبير من الناس النازحين ومن أصحاب المواهب من كل المحافظات ومن كل أطياف المجتمع السوري، اللي كان هاجسن هو الوطن وتوثيق تراثه والانتماء لهويته طبعا. والثقافة هي رد أساسي أو الرد الأقوى على الهمجية أو على الإرهاب وعلى التكفير. وثقافتنا السورية احنا ثقافة تمتد لآلاف السنين، كلها ثقافة حضارة وسلام ومحبة طبعا. حتى النصوص الأوغاريتية بالفن الأوغاريتي القديم تدعو للسلام والمحبة، دلالة على تأصل هذه الفكرة. فنحن من هالمنطلق كانت عتبات هي لمة وطن تعنى بالثقافة تعنى بالفكر. العتبات اجت الاسم من انه الارتقاء في هذا التجربة مرحلة اثر مرحلة، لانه كل مرحلة بتسقل الخبرة كمان طبعا. صحيح. يعني لانه هذا مشروع بتزيد الخبرة، فكل ما زادت خبرتنا نحن مستمرين للامام وعم نرتقي بهاي التجربة مرة بعد مرة. وهذا اللي ظهر، احنا تأسسنا ب 24/8/2013، اول حفل كان 1/12/2013. خلال عام نحن قمنا باكثر من 35 حفلة، شاركنا باكثر من 5 مهرجانات، منهم مهرجان الشيخ صالح العلي، منهم مهرجان السياحة العالمي، قدمنا عروض كثير مهمة ولافتة حازت على. أنا رح تابع الحديث مع حضراتكم لازم، لكن خلونا بالبداية نتابع هيدا الاستطلاع عن هيدا الموضوع. طبعا الاستطلاع للزميلي حسيب خضور، من تابعه من تابع ومنرجع من كفي حوارنا. تحكي لنا عن الفرقة بشكل عام. فرقة عتبات فرقة تكونت في 24/8/2013 من مجموعة من الوافدين بمحافظة طرطوس، كان لنا الشرف قد تكون هي إحدى حسنات الأزمة للأسف، يعني الأزمة إنه نلتقي بهالخامات الرائعة اللي إجت على طرطوس. أنا من الناس اللي آمنت بهي الخامات، استقبلتها واحتضنتها مع فريق العمل عندي بمعهد موسيقى، معهد عتبات الموسيقي، مع شريكي محمد الخطيب ومجموعة من الشباب والأساتذة الموجودين بالمعهد. والحمد لله كانت مثل ما شفتي، هي النتيجة اللي وصلنا لها الحمد لله اليوم. أنا شايف الأمور، شفت تفاعل الجمهور كويس، ونرجو أن نكون
ارتقينا لمستوى ذوق الجمهور. عندنا رسالة نحن حابين نوصلها لكل المحافظات السورية، أنه نحن عبارة عن أخوة متحابين. هي فرقة عتبات مجموعة من المهجرين السوريين، هاي اللحمة السورية الحقيقية يعني السورية، لا يمكن تنكسر ولا يمكن أي مؤامرة أو فتنة ممكن تهزمها. يعني قدمنا باللادية وقردوس طبعا، وهلا بجبلة، وإسا في عساس حمص بالسويدة. كان في عنا شيء ساحلي، كان في شيء طربي، كان في موشحات، كان في وطني، يعني إن شاء الله يكون عجبكم. وكان إلي كمان وصلتين إفراديات. غنينا اليوم قريب الساعة وكان برنامج كتير حلو بالنسبة إلنا، وهذا الشيء يمكن نحن عم نقدمه شيء بسيط لسوريا، إنه إحنا ما فينا نوقف على الجبهة ونحمل سلاح، يمكن بصوتنا بسيط نقدم للجيش ولسوريا وللشهداء اللي راحوا، ممكن نقدم لهم هدية بسيطة. كان إلي أنا صوت منفرد، سولو منفرد بشقام المجد. قدمت مواويل حلبية تتعلق بالمشاحات الأندلسية، هذا كان دوري بالفرقة. وبالإضافة للوصلة السورية كان إلي دور فيها مثل ما بقولوا الأغنية الأراسية، هي أغنية حلبية. ليش اشتركت مع فرقة كورة على العتبات؟ هلا أنا اشتركت بالفرقة لأن الفرقة أنا عجبتني كتير، وفيها يعني لمسة فنية حلوة من الأدب، من الشعر، من الموسيقى، من المغنى، من الطرب. كان دوري اليوم بثلاث صليات، الأحياء التراث الرقة ودير الزور ودرعة، وكان في إلي سولو ساحلي. كانوا الصليات كتير بيعبروا عن التراث وكانوا كتير حلوين مع الفرقة، طبعا كمان لها دور كبير. الأوبرا هي تنسيق أصواتنا أنا وفئتي من السوبرانو، فالسوبرانو بيضيف مثل الشيء اسمه هارموني بالغناء، الهارموني بيزيد، بتحسي انه في شيء، في اصوات ثانيه عم تنقال. هي كثير بتعمل شيء حلو بالكورات. انا بمثل مجموعه الهارموني. الهارموني هو تالف اصوات، بيكون في شيء عندنا اسمه ميلودي وشيء اسمه بيكون هارموني، هو موسيقى ثانيه بتترافق مع النغمه الاصليه. في نسيج متكامل من كافه المحافظات، وكمان شو المانع يكون كمان من كافه الاعمار، يعني هن بياخذوا خبرتهم منا، ونحن كمان بيكونوا مثل تشكيله هنا جميل جدا، حديقه من الورود. يعني طبعا استاذ كامل، نحن تابعنا مع بعض الاستطلاع عن هيدي الفرقه، كيف شفت الاجواء التعامل بين الشباب؟ نحن انتبهنا انه الأعمار يمكن ما بالتحديد، يمكن عرفنا شغلة كل واحد منهم من التفاوت بالأعمار، كيف بتنسقوا هيدي الأمور؟ ليك هو الموهبة ما لا عمر حقيقة، لكن العمر يمكن يعطي تجارب مثل ما تفضل أستاذ نمر. التجربة هي كتير بتضيف للعمل الفني يعني، وهذا كان هدفنا نحن أساسي، أنه فعلا نلم أعمار مختلفة. يعني مثل ما بنعرف في عنا مشكلة مع الجيل الحالي بأنه كيف بدك تربيه، كيف بدك صحيح. طيب نحن لمينا أطفال وقدمناهم موهوبين، يعني ما قدمنا ناس أطفال ناس ما يعني ما أنا كفؤ، لا، هن أطفال موهوبين بيشتغلوا كتير حلو، أخذوا ريادات على مستوى سوريا، وهذا تشجيع فعلا للجيل الجديد أنه يهتم بالثقافة بالفن بدل ما يهتم بأشياء أخرى. صح. هذا التنسيق هو حسب الأدوار اللي بيقوم فيها بتوزيع الأستاذ أحمد حطاب قائد الفرقة، والحقيقة نجح هذا العمل كتير، كان ناجح إنه قدرنا نألف بين هالمواهب الشابة والخبيرة بأنه نقدم أعمال كتير حلوة وتجربة قائمة بعدة مستويات بالنسبة لفرقة عتبات، يعني كونها معنية بالثقافة وبالشعر. فكمان هلا نحن عندنا تجربه بتعليم هدول الاطفال الموهوبين كتابه الشعر، حلو وكدورات عروض وتذوق شعري، وبدانا بوضع منهاج له والتعاون مع مديريه الثقافه بطرطوس. في عندنا مشروع حقيقه متكامل حول هاي القضيه، بيخدم الثقافه، بيخدم الفكر، وبيخدم الهويه السوريه الاصيله. يعني اكيد يمكن هو اجمل ما في الفرقه، يعني مثل ما تابعنا هاي البصمة السورية، يعني على اختلافها، على اختلاف انتماءاتها، على اختلاف تنوعها، تلونت جميعا، يعني جميعا تلونت بألوان العلم السوري اللي عطت هاي اللوحة النابعة من القلب. يعني هون أكيد أكثر شيء بيميزها.
بس يمكن هون استاذ كامل يعني من خلال تجربتكم بتعرف قد ايه مهم تعاون مؤسسات الدوله وخاصه مراكز الثقافيه. استاذ محمد يعني المركز الثقافي بجبله من المراكز النشيطه واللي دائما بتستقبل يعني الابداعات الجديده ان كان فرق او حتى على صعيد امسيات شعريه لافراد غير معروفين. ما جديد المركز الثقافي لجبله على موسم الربيع يعني وخاصة أنه بيكون الإقبال كتير كبير بهذا الموسم؟ جديد للمركز الثقافي العربي في جبلة هو التحضير لمهرجان بمناسبة أعياد نيسان، عيد ميلاد حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي في 7 من نيسان وعيد الجلاء في 17 نيسان. تجري 5 فرق فني تدريبات على مسرح المركز الثقافي العربي في جبلة من أجل تقديم هذا المهرجان بعد حصولها على موافقة لجنة المشاهدة في المسرح القومي باللاذقية وموافقة وزارة الثقافة. وقد وجهنا السيد الوزير خلال الأسبوع الماضي أثناء زيارته لهذه المحافظة بالاهتمام بالمواهب الفنية والأدبية وخاصة المواهب التي ترغب بأن تتعاون مع المراكز الثقافية وتقديم شيء فني للمشاهد، إضافة للاهتمام بالأطفال. ووجهنا بالانطلاق نحو مواقع أخرى لتقديم نشاطات ولو خارج المركز الثقافي تلبية لحاجة ثقافية معينة في أي موقع جغرافي. وبالتالي حاليا الفرق تتدرب وسيكون لدينا مهرجان متميز إضافة لتقديم نشاط مميز في يوم المسرح العالمي في 27/3 يتم الإعداد من أجل تقديم نشاط متميز خلال هذا اليوم الذي يصادف في 27/3. طب أستاذ محمد بالنسبة حضرتك ذكرت أنه ما في أي مشكلة أنه إذا أي شخص عنده أي فكرة ثقافية يعرضها لكن خارج إطار خارج المركز، أنتم حضرتكم تدعموها، لازم يحصل على موافقة لجنة المشاهدة وموافقة من الوزارة؟ خارج المركز في موقع ما يمكن أن يقدم على مستوى تجمع جغرافي قد يكون بلدي أو قد يكون قرية، والمراكز الثقافية منتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، يتم التنسيق مع المركز ويعرض المشهد الذي يمكن أن يخدم الفعل الثقافي في هذه المنطقة أو حتى يمكن أن يخدم موضوع اقتصادي. على سبيل المثال يمكن أن نختار قرية أو تجمع سكاني مشهور بزراعة التبغ ونقدم محاضرة من خلال التنسيق مع مهندس زراعي وتقديم محاضرة عن محصول التبغ، كيفية زراعته، كيفية الاهتمام بالمحصول، كيفية جني المحصول، تسويق المحصول. قد يكون في موقع آخر زراعة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون وجني ثمار الزيتون وتسويقه. إذن أيضا الفعل الثقافي له طابع اقتصادي أيضا. أكيد حلوة كتير هذا الربط بين هذول الفكرتين لأنه هن فعلا مهم كتير يعني نسوق لنشاطاتنا الاقتصادية بهذه الطريقة الثقافية والحضارية. أستاذ كامل أيضا الفرق تلعب دور كبير لن نسميه تسويق ولكن للتأكيد على موروث فكري أو حضاري أو إرث شعبي نحن بحاجة لأن نحافظ عليه وخاصة بالظروف التي نمر بها. يعني من يتابع فرقة عتبات يلاحظ بالدرجة الأولى التركيز على الموضوع الوطني، على موضوع الأصالة، القدود، الموشحات والكثير من النقاط التي بحاجة إلى تدريب منفصل كل منها. يعني كيف يتم الإشراف على هذه النقاط؟ كيف يتم يعني إيجاد مدربين لكل نمط مختلف عن النمط الآخر رغم التقاطع بينها؟ الحقيقة هو ما الفرقة يعني صحيح في أنماط أو في متعددة عناوين متعددة لهوية واحدة اللي هي الهوية السورية. قدمنا الوطني، نعم قدمنا التراثي وقدمنا الأصالي اللي هي كمان تراث طبعا. أكيد هي هوية، نحن هذا رسالة عم نقدمها وكل حفلاتنا أو كل نشاطاتنا هي فعلا أي حفلة مقسومة إلى 3 عناوين لتقدم هاي الهوية. التدريبات على هذا العمل هو يعني يمكن إذا بدي أقول نحن في ما في عندنا مكان واسع للتدريب، لذلك مضطرين أنه يكون التدريبات مكثفة وبمكان واحد وضيق. شو السبب ما في مكان واسع؟ السبب انه المعهد هو معهد بسيط جدا، وقت اللي انطلقت منه الفكره كبيره، لكن المعهد ما هو معهد بالمعنى الاسم المعهدي، هو عباره عن مكان بسيط لتعليم الاطفال الموسيقى. انطلقت منه الفكره، فكره عتبات اللي هي بتحوي الاشخاص اللي متبنين هاي القضيه.
مجموعة من المدرسين والمثقفين والفنانين اللي هن بالأصل مثل ما ذكرنا أنه تعرضوا لضغوط وظروف بمحافظات ولجأوا إلى محافظة طرطوس اللي احتضنت هذا العمل. لذلك نحن بضمن ظروف شوي صعبة أو أكثر أنه نحن بتشكر الجيران تبعنا يعني بنوجه لهم تحية بتوجه لهم تحية جدا حتى تألفوا معنا صاروا يعطونا ملاحظات حول الأداء. نعم فهي هيك صارت يعني ما في تدريب منفصل لكن في عنا تنسيق الأستاذ أحمد حطاب اللي هو قائد الفرقة موسيقي مهم كان عنده تجربة 20 عام في الموسيقى وشخص موسيقي بالطبقة يعني وتعرض للأذى هو صاحب هاي الخبرة بتنسيق هذه اللوحات اللي نحن بنقدمها بالتعاون مع الموسيقيين الموجودين بالتعاون مع الأستاذ عمار محمد اللي هو كمان صحيح مو موسيقي لكن عنده اهتمام خبرة أستاذ محمد الخطيب اللي هو كمان جزء أساسي بالعمل قدم كتير ملاحظات وكان فيه فهي عملية تشاركية أسرة واحدة أحيانا ممكن نضطر بعض المطربين بعض المطربات اللي معنا أنه يتدربوا بجانب بيعطيهم دروس أو تعليمات بيتدربوا بالبيت يعني هيك يعني فهي العمل وهذا بيزيد يمكن همام أكيد يعني من أهمية ما تقدمه الفرقة يعني رغم تواضع الإمكانيات المتاحة هذا بيثمن وبيقيم العمل أكثر الحمد وكل لله. يعني ما يكون يقدم بحب هو بالتأكيد يصل هو ويؤدي الرسالة المحبة هي الدافع الأساسي لهذا العمل طبعا الأستاذ محمد الأستاذ كامل عرج على فكرة كتير رائعة بموضوع أنه تناغم الأهالي مع الفرقة كيف حضرتك مدير المركز الثقافي بجبلة كيف شفت ردود أفعال الوسط الاجتماعي خليني سميه إن صح التعبير على مثل هيك ندوات أو مثل هيك نشاطات ممكن تتم أول شيء بحب أشير أنه الفرقة إجت لعنا تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة من خلال إقامة مهرجان معا إلى سوريا وبالتالي هناك فرق في تحويل المحافظات ضمن خطة مبرمجة من وزارة الثقافة وتم تحديد يوم 19/3 لتنفيذ النشاط في جبلة قمنا بالدعاية المطلوبة وهناك رغبة من الأهالي بحضور النشاطات حاليا كمتنفس للناس من أجل حضور عمل ما سواء كان ثقافي أو فني وبالتالي لاقت الفرقة قبول وكان لها جماهيرية وكان الحضور رائع وبالتالي لاحظنا حتى خلال العرض كيف كان الجمهور يصفق ويتناغم مع العرض الذي يقدم على المسرح نحن بجبل عندنا مسرح متميز مساحته أكثر من 100 متر الذي تقدم عليه النشاطات وبالتالي الفرق الفنية حتى لو كانت فرق كبيرة تجد تسهيلات على هذا المسرح ولاحظنا أن الفرقة كانت بأدائها متميزة والجمهور تفاعل معها لدرجة أن الجمهور لم يغادر مباشرة فحاول اللقاء مع مجموعة من عناصر الفرقة سواء في الكريدور أو بمكتب رئيس المركز أو بصالة المسرح وهذا دليل نجاح العمل طبعا أكيد طب أستاذ ليش ما ممكن تقدموا صالة المسرح للتدريب لمثل مثلا فرقة عتبات أو غير فرق يعني حكى الأستاذ كامل أنه هو كان تدريب شوي ضيق واضطروا يكثفوا ما ممكن لو أنا يعني المركز الثقافي تدخل ضمن هذا الموضوع ووفر لهم مساحة أكبر كان يمكن يكون إنتاج عتبات أبهر 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 فرقة عتبات مقرها طرطوس نحن في المركز الثقافي العربي في جبلة نقدم التسهيلات للفرق الفنية لدينا في جبلة فقط 3 فرق تتدرب بشكل يومي من بينها فرقة متميزة قدمت عرض الشهر الماضي فرقة جابالا تابعنا عروض الفرقة عرض متميز وفرقة متميزة وهناك فرق أخرى تتدرب في المركز الثقافي اليوم لدينا 3 نشاطات منها نشاطين تدريبيين في المركز الثقافي العربي في جبلة ضمن خطة مبرمجة يعني أحيانا بدنا نوزع جبلة النشاطات نلاحظ في صعوبة يعني حتى نرضي الفرق اللي عندها جميع تأخذ جميع فرصات في ضغط والفرق التي تتدرب في جبلة وحتى فرق من اللاذقية تتدرب في جبلة وتتعاون في جبلة ونحن ننسق العمل من خلال مديرية الثقافة في اللاذقية التي تتعاون معنا يعني أريحية مطلقة كل أريحية تعاون كامل وتقدم كل التسهيلات وكل الدعم وبالتالي نحن نقدم كل الخدمات للفرق مجانا
يستخدمون المسرح والتجهيزات الموجودة وكل الإمكانيات التجهيزات، ونحن مرتاحون لأننا ننفذ واجبنا في العمل. أكيد. أستاذ كامل، يعني بناء على حديث الأستاذ محمد، يعني ألم يتم التواصل مع المركز الثقافي في طرطوس؟ يعني شو الإشكالية اللي وقفت عائق دون استفادتكم يعني من المكان هناك؟ الثقافي في طرطوس للأمانة يعني هم متعاونين جدا معنا، وفي كتير تسهيلات بهالخصوص. لكن بموضوع التدريبات، ونحن طرحنا الموضوع على الثقافي في طرطوس بموضوع التدريبات بموضوع البروفات، وقدموا لنا عذر مقنع أنه في ضغط عمل على هذا المسرح، يعني البرامج مكتملة، فلذلك كان من الصعب أنه يكون في تخصيص أوقات معينة للتدريبات. لكن في حاليا تنسيق على إيجاد مقر يعني أو مكان ممكن نحن نستخدمه غير المسرح المركز الثقافي، ممكن بمكان بالتعاون مع المحافظة مع مجلس المحافظة أنه نأخذ مكان يكون مقر نقدر نتدرب فيه. قيد العمل فيه ولا بعده ضمن الخطة؟ يعني ما في شيء على أرض الواقع. ضمن الخطة. ضمن ما في شيء على أرض الواقع. ضمن يعني الخطة. أتمنى تكون رسالتك وصلت. يعني بنأمل تحصلوا على إن شاء الله. يعني إحنا مثل ما انتبهنا عتاب على يعني على مثل ما حكى الأستاذ كامل، شيء ضيق حصلنا على كورال شيء جيد جدا. نتائج مميزة طبعا. يعني كلام كثير حلو أستاذ محمد. طبعا أنا على عجالة لو سمحت، الوقت داهمنا شوي، كلمة أخيرة خصوص هذا الموضوع. نحن نتمنى من جميع المواهب، من جميع من لديه حتى هواي، أن يراجع المراكز الثقافية لنهتم بهذه المواهب ونقدم لها كل الدعم المطلوب. ومراكزنا مفتوحة ومسارحنا مفتوحة، ونتعاون مع الجميع. حتى نادي السينما يعرض أسبوعيا فيلم سينما في كل يوم سبت. في جهات تحصل على حصص تدريبية دائمة خلال الأوقات التي لا تنفذ فيها نشاطات رسمية في مراكزنا الثقافية. وبالتالي نمد يدنا للجميع، نأمل أن نقدم رسالة ثقافية تخدم الوطن في ظل الأزمة الحالية، ونحن جميعا نعمل ضمن توجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. أكيد. ومثل ما حكى الأستاذ كامل، يعني ما يقدم في حب وما يتم العمل عليه بمحبة يصل وتكون الرسالة واضحة رغم وجود صعوبات. يعني نتمنى أن تظلل قريبا. وبختام الحديث، يعني الفرقة للتنويه للمشاهدين تقوم بعروضها في جميع المحافظات السورية. نعم، في جميع المحافظات بمراكز ثقافية في سوريا. ونحن يعني بوجه أنه نحن على بنتعاون مع أي جهة تعنى بهذا الشأن الثقافي بهذه الهوية، نحن على استعداد التعاون معه، ونكون بالعكس شكورين ومبادرين لأي عمل ثقافي بيخدم الوطن. تحية محبة كبيرة لكل فرد بعتبات، لكل من يحب هذا الوطن ويحمله في قلبه، إن كان غناء أو شعر أو رسم. ونتمنى للفرقة مزيد من التألق. كل الشكر لوجودكم معنا أكيد أستاذ محمد حميد علي، مدير مركز ثقافي جبلة، أهلا وسهلا فيك بصباح وقريت. والأستاذ كامل جنود المسؤول الإعلامي لفرقة عتبات، نورتونا أكيد، نورتوا صباحنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا لحضوركم.